لاحظ في المجتمع المغربي أن المرأة ولات كتاخد مهام اللي ما كانتش عندها قبل. ولات مرأة عاملة، ولات مرأة قيادية، ولات ما كيقتصرش العمل ديالها غير في الدار، ولات منتجة خارج الدار. وهذا التغير ما رافقوش التغير اللي المفروض يكون، هو أن النقلة اللي عاشها هي يعيشها الرجل، ويولي هذاك الرجل حتى هو كيساهم في الدار. فالنتيجة شنو هي؟ أن المرأة ولا عليها المسؤولية اللي خارج البيت، وبقات على العاتق ديالها رغم ذلك المسؤولية اللي داخل البيت. واللي ملاحظ ولينا كنلاحظوا أن كلمة الاكتئاب ولات شائعة كتوصف جميع الحالات. احنا كأناس معرضين للحزن، معرضين للغضب، معرضين للإحباط. الحياة ماشي نهر متدفق، فيها عقبات اللي كتخلينا لظروف معينة كنحسوا بالحزن وكنبغيو نبكي وكنبغيو نتعزلوا. ولكن امتى غنهضروا على الاكتئاب؟ لان الاكتئاب ماشي غير حالة دايزة، راه مرض. كنهضروا عليه ملي كتكون مجموعة من الأعراض دامت لمدة أكثر من أسبوعين وبشكل دائم يوميا. باش نميزوا الاكتئاب كاينين ثلاثه الحوايج اساسيين. هو ان شخص تيبدا تيحس بحزن ويأس كبير، وتيشوف راسو انه ما غيقدرش يخرج من هذاك الحزن، وما غيقدرش يخرج من داك الياس، وانه فحال في شي حفره مظلمه عليه وما قادرش يخرج منها. كنلاحظوا ان المكتئب كيعاني من ارهاق وتعب كبير، واخا ما تيكونش داير مجهود. وهذا الارهاق والتعب كيشوف انه ما تيبقى يقدر يدير والو، كيزيد ليه الاحساس بعدم المنفعيه وعدم القيمه. تيقول انا غير زايد ما صالح لوالو. كنلاحظوا انه تيكون عنده تباطؤ عام في جميع الحركات ديالو، حتى في لي تري ديال وجهه، في هضرته، حتى في يعني لي فونكسيون ديجيستيف، يعني تباطؤ عام ظاهري وحتى داخلي. وفي نفس الوقت كاينين الناس ما كيجيهمش تباطؤ، كيجيهم العكس، كيجيهم فرط الحركه، كيوليو اجيتي، ما كيقدروش يكاناليزيو مازال هذيك الانرجي ديالهم. عاوتاني كنلاحظوا فقدان الرغبه الجنسيه. كاين الاعراض الجسديه وكاينين عاوتاني الاعراض النفسيه. هي ان الشخص كيعاني من حزن كبير غير مفهوم، وكيهيمن عليه الوقت كامل، كيبكي بدون سبب، كتجيه نوبات من الغضب ما كيفهمهاش، عنده احساس كبير بالياس وبان الحياه بالنسبه ليه راه انتهت وما يمكنش تصلح، ما يمكنش يعاود يعيش لحظات متعه من بعد. كاينين اللي كيفهموا انك يعاني من مشكل وكيطلب المساعده، وكاين اللي كيتسنى انه غادي يتجاوز هذيك المرحله. هنا كنقول ان الشخص سواء هو، سواء العائله ديالو، سواء المحيط ديالو، يساعدو انه يشوف اختصاصي باش يعرف التشخيص الحقيقي اللي عنده، واش واي نوع من الاكتئاب، لان الاكتئاب انواع، وكاين انواع من الاكتئاب اللي كتحتاج معالجه دوائيه.